هو مجرد حانوت عادي كغيره من محال حارة باب السلسلة في القدس العتيقة، أو هذا ما اعتقده الجميع إلى أن اكتشفت عائلة أبو خديجة أن حانوتهم يخفي كنزا أثريا مدفونة تحت التراب والأنقاض. تم العثور على أقبية يعود تاريخها إلى مئات السنين، ويعتقد أنها استخدمت لأغراض تجارية. تولى عماد أبو خديجة مهمة إزالة الأتربة من الأقبية وترميمها منذ أن كان شابا صغيرا، مهمة لاقت شتى أنواع الصعوبات من الاحتلال، بدءا من تدخلات سلطة الآثار الإسرائيلية وصولا إلى محاولة السيطرة على المكان. همهم الوحيد أول شيء محل الشهر المحلون، والله دفعوا لنا فيه 24 مليون دولار. صور 24 مليون دولار بس روح. ايش؟ اترك المكان. اترك المكان، احنا ولا مرة والله لو دفعوا لنا فيه مليارات. ما بنبيع. حرام، أصلا هذا المحل مش من أبو خديجة، وقف إسلامي، والوقف الإسلامي لا يباع. وكانت جمعية تيكا التركية من ساعدت أبو خديجة وأشرفت على ترميم القاعة في السنوات الأخيرة، وفي الشهرين الأخيرين عثر أبو خديجة على اكتشاف آخر مذهل. هذه هي المفاجأة التي عثر عليها أبو خديجة حديثا، قاعة تعود إلى العهد البيزنطي تفوق تلك التي في الأعلى من ناحية المساحة. عدسة قناتنا هي أول من يصور في هذا المكان. يطالب أبو خديجة وفي ضوء الاكتشاف الجديد المزيد من الدعم، آملا في تحويل القاعات إلى مطعم أو مزار سياحي يذهب جزء من رعيه لخدمة المسجد الأقصى. بشار صغير، التلفزيون العربي، القدس.